مرحبا بكم في سبور اكسبريس. ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. البدايه مع المنتخب الوطني التونسي لكره اليد اللي سافر من ساعه تقريبا لمصر وين يشارك في الكان اللي تبدا غدوه وتتواصل حتى لنهار 18 جويلية في القاهره. منتخبنا موجود في المجموعه الثالثه مع نيجيريا والكابفير، وغدوه المقابله الاولى باش تكون مع 11:30 نتاع الصباح ضد نيجيريا، ونهار الاربعاء المقابله الثانيه ضد الكابفير مع 7 نتاع العشيه. نذكر انه الأول والثاني من كل مجموعة يترشحوا للدور ربع النهائي اللي يتلعب نهار 15 جويلية، دور نصف النهائي يتلعب نهار 16 جويلية، والنهائي نهار 18 من نفس الشهر. نذكر بالقائمة متاع لاعبي المنتخب الوطني التونسي اللي باش يشاركوا في الكان. بالنسبة لحراسة المرمى، محمد صفر حارس ترجي، ياسين ميلقايد حارس سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومهدي حرباوي في من سيريستا الفرنسي. في خط الجناح الأيسر، وسام البوغانمي وغسان التومي ثنائي الترجي. جناح أيمن موجود محمد علي بحار من نادي الإفريقي، وعصام الرزيق من نجم الساحلي. في خط الظهير الأيسر، وسام الجزيري لاعب الأهلي المصري، محمد رضا فراد لاعب السليمية الكويتي، يوسف معرف وحازم باشا ثنائي الترجي. في خطة ظهير أيمن موجود نور الدين ماوى لاعب النجم الساحلي، وأشرف المرغلي لاعب الترجي. بالنسبة للمنسقين موجود محمد أمين درمول لاعب ميندن الألماني، علي مصفى لاعب النادي الإفريقي، وبلال عبدلي لاعب الترجي، ولاعبي الدائرة ثنائي هما جهاد جبلة لاعب دانكيرك الفرنسي، وغازي بالغالي من النجم الساحلي. أعلنت إدارة أمل حمام سوسة اليوم على تأجيل الجلسة العامة الانتخابية للفريق اللي كانت مبرمجة اليوم العشية، والسبب هو تزامنها مع عطلة العيد وعدم جاهزية التقريرين الأدبي والمالي. نذكر أنه قائمة واحدة قدمت ترشحها للجلسة هذه ويترأسها نور الدين بوجناح. سافر اليوم المدرب نبيل الكوكي للجزائر، ومعه بقية الإطار الفني اللي بيشرف على تدريب الشباب بالوزداد بطل الجزائر في الموسم المنقضي. انفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الأخبار اللي تحدثت على إقالة مدرب المنتخب وحيد هاليلوزيتش وتعويضه بمدرب الوداد وليد الرقراقي. دونك وحيد هاليلوزيتش يواصل قيادة المنتخب المغربي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات.